السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن شاء الله تكونوا في تمام الصحة والعافية. اليوم راح نشارك معكم حلوى جافة بالمايزينا، حلوى سهلة اقتصادية وبمكونات بسيطة، جيطارية، حشيشة والدوب في الفم. راني دايره في القناة عدة حلويات جافة واقتصادية كذلك، كيما حلوة الطابع بكل أسرارها، حلوة المارشميلو، غريبية الشرقية، سابلي بريستيج، وحلوة اللانكشير وهي حلوة اقتصادية كذلك، حلوة الفرشيطة التقليدية، حلوة بالزيت فقط وغريبية على الطريقة الجزائرية التقليدية، حلوة بالزيت كذلك، ومقروط بريستيج. ورح نخلي لكم كل الروابط في صندوق الوصف إذا حبيتوا تشوفوهم. رح نقولوا بسم الله وندخلوا مباشرة في المقادير. عندي 250 غرام من المارغرين بدرجة حرارة الغرفة، زوج حبات بيض، عندي كاس تاع سكر كلاسي ولا سكر ناعم ما يعادل 130 غرام، وعندي 500 غرام من النشا ولا المايزينا ولا طحين الذرة، يعني كلها المسميات تاع النشا. عندي وحده خميره كيميائيه من وزن 10 غرام، وعندي مستخلص الفانيلا. راح ندخلو في طريقة التحضير. هنا غربلت السكر الناعم ولا سكر غلاس فوق هذيك المارغرين، وهنا المارغرين لازم تكون بدرجة حرارة الغرفة. هنا في الأول راح نبدأ بسباتشول فقط، ولما تتقلي شوية العجينة راح نكمل باليد. نشوفوا المارغرين لما تكون بدرجة حرارة الغرفة يعني راح يتداخلوا المكونات بكل سهولة. زوج حبات بيض ومباشرة درت فوقهم مستخلص الفانيلا، هكذا باش نتخلصوا من رائحة البيض. اللي ما عندهاش الفانيلا السائلة تقدر تدير الفانيلا الباودر. هنا خلطت المكونات وضفت عليهم ثلث كمية النشا مع كيس من الخميرة الكيميائية، يعني هذيك النشا راح نضيفها تقريبا على ثلاث مراحل. راح ندخل كمية ونزيد نضيف الكمية الأخرى وهكذا حتى نكملوا كل الكمية. هنا عندي 500 غرام من النشا، وبما انه الحبات تاع البيض يعني جاوني شويه كبار، هنا ضفت زوج ملاعق كبيره في الاخير من الطحين الابيض ولا الفارين. اذا كانوا الحبات تاع البيض تاعكم متوسطي الحجم ولا حبات تاع بيض عاديين يعني ماشي كبار، هنا راح تكون كميه النشا كافيه. هاي ليك العجينه اللي تحصلت عليها وهي عجينه طريه جدا، يعني انا خليتها طريه لانه اغلبيه العجائن ولا العجينه اللي فيها النشا لازم تخلوها طريه، ولما ترتاح راح تتشرب كل السوائل وراح تولي عجينه سهله الاستعمال. انا خليتها ترتاح قليلا، وبعد جبت هذه الاداه اللي هي اللمبوط ولا اسمها القمح كذلك. راح ندير فيها كميه من العجين وراح نضغط على هذاك العجين وراح يخرج لي هذا الشكل، يعني تقريبا باش تتحصلوا على حبه بهذا الحجم لازم تضغطوا حوالي 3 مرات. كنت درت كذلك هذا الاشكال، يعني هنا اللي ما عندوش هذاك اللمبوط ولا القمح يقدر يستخدم هذا القمح، يعني اللي نستخدموه في تزيين الحلويات ولا الباتيسري كيما نقولوا بالعاميه. كذلك راح يخرج لكم اشكال جميله. هاي لك العجينة لما تكون طارية راح تكون سهلة الاستعمال. ضروري العجينة تاعكم تكون طارية هكذا باش تخرجوها من هذا القمع وبكل سهولة. هذه العملية راح تاخذ لكم القليل من الوقت، ضروري تاخذوا وقتكم في هذه المرحلة، لكن إذا كانت العجينة تاعكم طارية راح تكملوها وبكل سهولة. هنا عندي هاد الكريات الفضية راح نزين بهم الحلوى، يعني إذا ما كانوش متواجدين تقدروا تستغناو عليهم تماما. عندي هاد الكريات البيضاء كذلك، يعني جايين شوية كبار في الحجم. هنا راح نكمل كل الكمية بنفس الطريقة وراح ندخلهم على فرن مسخن مسبقا حوالي 160 درجة، يعني ضروري الفرن تاعكم يكون هادئ لأنه هاد الحلوى يعني فيها النشا فقط، راح تدخلوها حوالي ربع ساعة فقط وراح تكون جاهزة. وللتزيين عندي نواة كوكو وعندي القليل من معجون المشمش، راح نلصق حبة في الأخرى وراح نجوزهم كامل في نواة كوكو. إذا ما حبيتوش ديروا هذا التزيين يعني تقدروا تخلوهم كيما راهم. هنا الحبة راح تكون متوسطة الحجم وراح تكون مليحة كذلك. هنايا راح نزيدو لهم المعجون يعني راح يزيدهم في الطعم. راح نلصقو حبة في الأخرى، وضروري يعني ديروا حبة قد خدها لأنو الحبات يعني راح يخرجو لكم بأحجام مختلفة نوعا ما. هنا بالبانسو زدرت القليل من المعجون وراح نجوزهم في نواة كوكو وراح نتحصلوا على هذا الشكل. نشوفوا الحلوى وشحال جات شابه،
هاد الحلوه طيبه على بياض، يعني ما نحمروهاش من الفوق لانه النشا يعني ما يحمرش بسرعه، ولهذا يعني ينشفونا فقط ونخرجوهم من الفرن. راح نزيدو نديرو حبه اخرى هنايا، اذا ما حبيتوش ديروا بالبانسو ديروا كميه كبيره من المعجون، ولما تعبزوها راح تخرج على الاطراف وراح ديروها في نواة كوكو. ان شاء الله تشوفوا فقط الفيديوهات اللي وريتهمكم في بدايه الفيديو، لانها كلها حلويات اقتصاديه وناجحه ان شاء الله. هاي لك الحبه كذلك بعد ما زينتها، اذا ما كانش عندكم اللمبوط ولا هذاك القمح تقدروا كذلك تاخذوا العجينه ديروها كريات متوسطه الحجم. الوزن راح يكون 30 35 غرام وتقدروا تروحوا حتى 40 غرام. راح تخرج لكم كذلك الحلوه جميله الشكل، يعني تقدروا تلصقوا الحبه في الاخرى، تقدروا تزينوها بالشوكولا السوداء الشوكولا البيضاء، لكم الاختيار. مرات مرات انا حتى حلوه الطابع كيما نحبش نديرها بالطابع، يعني ندير فقط كريات ونتحصل على شكل جميل جدا. راح نحاول نديرهمكم كذلك في سلسله هذه الحلويات الجافه بمناسبه عيد الاضحى المبارك. هذه نهايه الوصفه، واذا عجبتكم ما تنساونيش من اللايك ومشاركه الوصفه والقناه مع الاصدقاء. وفي الاخير راح نقولكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.